برنامج اوتوكاد اكسبلورر، برنامج بصفح لي الملفات الاوتوكاد اللي معايا. تمام، يعني ممكن اشوف مثلا مشروع كامل موجود. الميزة الحلوة اللي فيه ان هو بيقول لي اني فيرجن، تمام، بحيث ممكن اكون انا عامل لوحة 2010 وكل المكتب شغال في 2007، فاصلح الموضوع دوت. لو عايز اشوف لوحة من اللوح ممكن كليك يمين وافتحها، خلي الاوتوكاد يفتحها لي. تمام، ممكن حاجة تانية ادوس كليك يمين وخليها اتش تي ام ال، اعلم مثلا على كذا ملف. تمام، كليك يمين واقول له اكسبورت اتش تي ام ال، اقول له اوكي، خلاص بيبدأ يفتحها لي. كان عملت موقع كامل في الثواني وبدون اي صعوبة خالص، وزي ما حضرتك شايف ان في لينك موجودة، بحيث اقدر اعمل لينك على طول اول ما ادوس على واحدة تفتح اللوحة هناك. تمام، فهو برنامج حلو وخفيف جدا، و بيخلينا نستعرض ملفات بطريقة حلوة وبسيطة. لو عايز اشوف لوحة على كبير اختار الاختيار دوت، بيديني لوحة بس الصورة مش واضحة، بس عمرو سليم.